يسعد دينكم يا الجزائريين، دايما ناصرين للقضية الفلسطينية ودايما من المشجعين لفلسطين في جميع المحافل الاجتماعية والسياسية والرياضية، دايما ناصرين القضية الفلسطينية وعارفين العالم أجمع أنه لا مكان لدولة اسمها إسرائيل في أي مكان كان، وما فيش حاجة اسمها إسرائيل، في حاجة بس اسمها فلسطين والقدس عاصمة لفلسطين. من هذا المنطلق عن جد بنوجه تحياتنا وعرفاننا وشكرنا ووجداننا وكياننا لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر الناصرين دوما في القضية الفلسطينية. طبعا بنرحب بكم أحباب الكرام في كل مكان والعاشقين والمؤمنين تماما في كل بالقضية الفلسطينية والمؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق حتما لا مجال من ذلك. طبعا كان افتتاح كأس الأمم العالم 2022 والجزائر طلبت من دولة قطر بشطب اسم إسرائيل من بنود المباريات، وفعلا القطر تستجيب لهذا الطلب، تستجيب لهذا الطلب الذي افتخر واعتز به الشعب الفلسطيني بأن دولة الجزائر عن جد مواقفها مواقف مشرفة، مواقف فخرية يعتز بها العالم أجمع، مواقف رجولة، مواقف شهامة. فعلا الجزائر لن تتواجد في مكان موجودة في دولة إسرائيل أو بما يدعون بدولة إسرائيل، وهم ما فيش حاجة اسمها إسرائيل. فعلا دولة الجزائر تثبت للعالم أجمع أنها الواقفة الأولى، أنها الحاضنة الأولى والأخيرة، الحاضنة الأساسية للشعب الفلسطيني بكل تأكيد. فعلا الجزائر دوما هي سند عظيم لأهلنا وشعبنا في الجزائر، وأن تستجيب قطر لهذه الموقف المشرف ولهذا الطلب العظيم فأثبت فعليا أن هناك فعلا من الدول العربية الواقفة بجانب القضية الفلسطينية. ولنسى أن دولة قطر هي الدولة برضو داعمة لفلسطين قلبا وقالبا وماديا، ونشهد المشاريع القطرية الكبيرة المتواجدة في قطاع غزة بالتحديد لأهلنا وشعبنا الفلسطيني. فمن هذا المنطلق بنوجه تحياتنا لأهلنا وشعبنا في دولة قطر، وكمان السعودية كان لها رأي في هذا المطاف بأنها شاركت في طلب شطب اسم إسرائيل من المباريات ومن نهايات كأس العالم لعام 2022. فشكرا قطر، فشكرا يا السعودية، شكرا يا الجزائر، أنتم أصل هذا الطلب. فعليا قلنا لكم الجزائر بتثبت مواقفها المشرفة والرجلية أمام العالم. هذه رسالة واضحة لكل المطبعين مع بني صهيون أن لا مكان أصلا للصهاينة بين الدول العربية، فالدول العربية إخو ودم وروح وقلب واحد مهما اختلفت السياسات، مهما اختلفت الأنظمة، ومهما اختلف الرؤساء، ولكن يبقى الدم العربي دم واحد وروح واحد وعقل واحد. وبإذن الله لن يكون الاحتلال ولن يستطيع أن يزرع الفتن بين الدول العربية وأن يزرع المشاكل، ولا مكان له أصلا بين الدول العربية. عن جد بنحتده وبنفتخر بالدول العربية اللي مساندة لفلسطين، عن جد هذا بيكون إشي عظيم. فرحة الشعب الفلسطيني بهيك أخبار لما بنشوف عن جد إسرائيل تضرب من أماكن العرب، بنثبت عن جد فعليا أنه العرب لها سلطة ولها القدرة على طرد إسرائيل من أي مكان تكون متواجدة فيه، لأنه أصلا ما فيش حاجة اسمها إسرائيل. كمان بنعرف أنه إسرائيل أو بني صهيون بالتحديد، ما بدنا نقول حاجة اسمها إسرائيل، لما فيش أنه فيش حاجة اسمها إسرائيل، بني صهيون هم قتلة الأطفال، هم قتلة الشهداء، هم الغدارين. شفناهم قبل يومين ايش فعلوا في غزة وايش عملوا في غزة بطريقة الغدر كمان، وليس بطريقة التنويه، بطريقة الغدر. ولكن مقاومتنا الغراء استطاعت على ان تهزم هذا الاحتلال الغاشم، وان لا مكان لهذا الاحتلال بين الفلسطينيين. ولو استطاع ان يضر اهلنا وشعبنا في دولة فلسطين ولو بمثقال ذرة واحدة، فستكون الدول العربية بكل تأكيد واقفة ومساندة للشعب الفلسطيني. طبعا كان مواقف عظيمة في الدول العربية والأجنبية واقفة وسندت فلسطين في الآونة الأخيرة، فهذا شرف عظيم يؤكد للشعب الفلسطيني أن قضية فلسطين ما زالت مسموعة للعالم أجمع، وأنه سيأتي اليوم لتبات فلسطين محررة، وباتت فلسطين محررة بإذن الله من دنس الاحتلال الصهيوني، ولا مكان له بين الفلسطينيين أو مكان عربي. الهون أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولنوصل رسالتنا للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية قضية حق، وأن مهما اختلفت سياسات العرب سيبقى العرب
على قلب رجل واحد وعلى قلب إسلام واحد وعلى قلب عقل واحد وروح واحدة. فلن نختلف، إذا اختلفنا في السياسات فلن نختلف بالإسلام ولن نختلف ولن نختلف بالعروبة الموجودة في قلوبنا. من هذا المنطلق كل تحية دولة قطر، كل تحية دولة السعودية، كل تحية دولة الجزائر، تاج على رأسنا والذي نفتخر ونعتز بها ولها مواقف مشرفة وما زالت تثبت ذلك في كل وقت وفي كل حين. والحمد لله أن خلق لنا دولة مثل دولة الجزائر تدافع عنا وتؤمن ومؤمنة بالقضية الفلسطينية. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، فنشكر دولة الجزائر كل الشكر على طلبها الذي قدمته لقطر ووافقت عليه قطر. واعلم يا إسرائيلي ما لكاش أي مكان، فقط أنت ومن طبعت معهم مكانك في مزابل التاريخ. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تمنى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والقدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. وعلى قولة الختيار اللي مش عاجبه مش من بحر غزة، من مجاري غزة. كل التحية، كان معكم العالمي حزب فلسطين حسام بالحاج، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم، لمن قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر والذاخر. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر والذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. يسعد صباحك يسعد مساكي، أرض الجزائر بعشق هواكي، اسأل التاريخ عن اللاجاكي، تشهد الشهداء برضك مدفونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر، يعيش بمحبة مع طير الطاير، فلسطيني دمي عشق الجزائر، اسألوا عنها الشهداء المليون. عاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. واللي عاديكي مقبور بأرضك، اسأل التاريخ عن عادي مرك، تمحق الغازي وترد العادي، فلسطيني حبيك شعبك ميهونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل
يشيك حراسك.